أهلا ومرحبا. يسر شركة ثلاثة فيلم للإنتاج السينمائي من خلال هذا الفيديو أن تقترح عليكم أفلام فيديو الخاصة بالشركات المستعملة للترويج والاتصال الداخلي والخارجي لدى المؤسسة. ومن خلال هذا الفيديو سوف نقوم بالرد على السؤال التالي: أفلام الشركة أو فيلم دونتربريز هي أفلام قصيرة مخصصة في تقديم وتعريف الشركة ومنتجاتها، وتستعمل الشركات هذه الأفلام للاتصال والتواصل سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، كما تستعمل في أغراض ترويجية أو تعليمية أو إعلامية، وذلك حسب ما تحتاج إليه الشركة وحسب إمكانياتها. يعتبر الفيديو في الوقت الراهن من أنجع وسائل الاتصال، إذ يمكن من إيصال مجموعة كبيرة من المعلومات إلى عدد كبير من الأشخاص في فترة وجيزة. ففي فيلم الشركة الواحد يمكن جمع الكثير من الأمور مثل مراحل التصنيع، جميع الورشات، الإدارة، العمال، وتقديم المنتوج في جميع المراحل حتى التسويق، بدون أن ننسى مقابلات مع عمال ومدير شركة. تكون رسالة المؤسسة كاملة وأكثر جاذبية للأعمال من خلال استعمال فيلم فيديو لشركة. بمجرد استكمال التركيب والإنتاج وفقا لدفتر الشروط الموقع بين مؤسساتنا وعملائنا من الشركة المعنية بالفيلم، تقوم فرقتنا التقنية التي تمتاز بالخبرة بإنجاز الفيلم بمراعاة القوانين والتقنيات اللازمة لإنجاح الفيلم. أصبحت الإنترنت اليوم أكبر قاعدة بيانات يتم فيها توزيع ونشر وتبادل الأفلام المؤسساتية، إذ يسمح كل من اليوتيوب وديلي موشن الهواتف الذكية إضافة إلى الشبكات الاجتماعية بنشر الصورة بطريقة سهلة ومجانية. إذا كنتم راغبين ومهتمين بفيلم دونتربريز أو فيلم المؤسسة، اتصلوا بنا على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة.